السلام عليكم ورحمة الله. في هذه الحصة إن شاء الله غنحاولوا نديروا تقديم الأعداد العقدية. إذا قبل ما نشوفوا مجموعة الأعداد العقدية غادي نذكروا بمجموعة من مجموعات الأعداد. إذا كنبداو بالمجموعة A اللي هي مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية اللي كتكون من الأعداد 0 1 2 إلى آخره، زائد مجموعة الأعداد الصحيحة النسبية اللي فيها الأعداد الموجبة الصحيحة الموجبة 0 1 2 إلى آخره، وفيها الأعداد السالبة الصحيحة السالبة ناقص 1 ناقص 2 إلى آخره. دي مجموعة الأعداد العشرية، يعني الأعداد اللي كتكتب على شكل أ على 10 أس أن، بحيث أ كتنتمي لزاد و أن كتنتمي لأن. يعني هي الأعداد اللي كيمكن لها تكون على شكل أعداد مكونة من جزء صحيح ومن جزء حشري، بحال 31 فاصلة 5، بحال 3، بحال ناقص 5 إلى آخره. عندنا المجموعة دي اللي هي مجموعة الأعداد الجذرية، يعني اللي كتكتب على شكل أ على بي، بحيث أ كتنتمي لزيد و بي كتنتمي لزيد إطوال. وآخر مجموعة كنا تكلمنا عليها هي مجموعة الأعداد الحقيقية اللي كتضم جميع المجموعات السابقة بالإضافة للأعداد بحال جذر 2 جذر 3، يعني الأعداد اللا جذرية، يعني الأعداد اللي ميمكنليش نكتبها على شكل أ على بي بحال بي، بالإضافة لباقي الأعداد اللي تكلمنا عليها. في هاد الحصة غنشوفو مجموعة جديدة اللي كتضم هاد الأعداد كاملة اللي كتنتمي لباقي المجموعات بالإضافة لواحد العدد اللي كنسميوه اي، اللي هو العدد التخيلي، كيتسمى العدد التخيلي. إذا هذا العدد هذا كنعرف عليه أن المربع ديالو تساوي لنا ناقص 1. بطبيعة الحال العدد ميمكنليش نقول موجب أو سالب، هو ميمكنليش نحدو الإشارة ديالو. إذا مجموعة الأعداد العقدية هي المجموعة اللي كتكتب على شكل أ زائد إي بي، بحيث أ و بي عددان حقيقيان كينتميو لآر، و إي مربع هي دائما كتساوي لنا ناقص 1. نعطيو أمثلة ديال أعداد عقدية. جوج ناقص إي، جذر جوج زائد ثلاثة إي هذا عدد عقدي، خمسة إي عدد عقدي، ثلاثة على خمسة عدد عقدي. إذا جميع الأعداد اللي كنعرفو هي أعداد عقدية. إذا العدد العقدي إلى رمزنا له بزاد فهو يكتب على شكل أ زائد إي بي. أ كتسمى الجزء الحقيقي، يعني الغيال ديال زاد، زائد إي و بي كنسميوها الجزء التخيلي، يعني ليماجينيغ ديال زاد. إذا هادي كتسمى الجزء الحقيقي، وهذا الجزء هذا كتسمى الجزء التخيلي، يعني العامل ديال إي، جزء التخيلي. إذا أي عدد عقدي مكون جزء حقيقي وجزء تخيلي. إذا ممكن نكتبو 3 ناقص إي، 3 هو الجزء الحقيقي، وناقص 1 ناقص 1 إي هو الجزء التخيلي. ممكن نديرو 3 على 2 زائد إي، فثلاثة على 2 الجزء الحقيقي، واحد اي يعني المعامل ديال اي هو الجزء التخيلي. حالات خاصة، في حالة الا كان عندنا زد كتساوي لنا فقط الجزء الحقيقي، مثلا زد كتساوي لنا 3 او 4 او الى اخره، في هذه الحالة كيكون الجزء التخيلي من عدم. زد في هذه الحالة كتنتمي لآر، وكتكون عبارة عن عدد حقيقي. في الحالة دابا إلا كان عندنا الجزء الحقيقي هو اللي من عدم، يعني الغيال ديال زاد من عدم، يعني زاد
كتساوي لنا فقط اي في الجزء التخيلي. نعطيو امثله، زد كتساوي لنا 3 اي، يعني الجزء الحقيقي هنا منعدم. زد كتساوي لنا 5 على 2 اي. في هذه الحاله زد تسمى عدد تخيلي صرف. وكاين واحد المجموعة كتسمى مجموعة الأعداد التخيلية الصرفة اللي كنسميها إي آر، واللي هي المجموعة ديال الأعداد اللي كتكتب على شكل بي إي، بحيث بي كتنتمي لآر. إذا هذه كتسمى مجموعة الأعداد التخيلية الصرفة. زد كتساوي صفر ماذا تعني؟ تعني أن الغيال ديال زد كيساوي صفر، وليماجينيغ ديالو كيساوي لنا صفر. زد تخالف صفر ماذا تعني؟ تعني إما الغيال تخالف صفر، أو ليماجينيغ يعني الجزء التخيلي تخالف لنا صفر، يعني واحد فيهم خصو يخالف الصفر. نعتبرو عددان عقديين، زد كتساوي لنا أ زايد إي بي، وزد بريم كتساوي لنا أ بريم زايد إي بي بريم. إلا كان عندنا زد كتساوي لنا زد بريم، ماذا يعني؟ يعني أن الجزء الحقيقي اللي هو أ خصها تساوي لنا الجزء الحقيقي ديال العدد الثاني، وكذلك بي خصها تساوي لنا بي، يعني ليماجينيغ زد خصها تساوي لنا ليماجينيغ ديال زد بريم. العمليات في زد، يعني ملي كنقولو العمليات في زد يعني عمليات الجمع والضرب. فالعمليه الجمع والضرب اللي سبق لنا باش استعملناها او شلناها في المجموعه R فهي تمدد الى المجموعه Z، يعني مثلا زد زائد زد بريم فهي تساوي كحسبها بشكل عادي، يعني A زائد اي بي زائد A بريم زائد اي بي بريم. ناخذ امثله، ناخذ زد كتساوي لنا 3 زائد اي، وزد بريم كتساوي لنا 2 ناقص اي مثلا. اذا زد زائد زد بريم، اذا كنديروا 3 زائد اي زائد 2 ناقص اي. اذا كنجمعوا الجزء الحقيقي مع الجزء الحقيقي، اذا 3 زائد 2 هي 5، وزائد اي ناقص اي هي 0، اذا تساوي 5. إلا درنا الجداء فنفس العملية كما كنستعملو في المجموعة R، زد في زد بريم، إذا 3 زائد إي في 2 ناقص إي. إذا كنشرو 3 في 2 6، 3 في ناقص إي هي ناقص 3 إي، و إي في 2 هي زائد 2 إي، و إي مضروبة في ناقص إي يعني ناقص إي مربع. إذا 3 عندنا ناقص 3 إي زائد 2 إي هي ناقص إي، وناقص إي مربع، إي مربع كنعرفو هي ناقص 1، ناقص في ناقص 1 يعني هي زائد 1. إذا 6 زائد 1 7 ناقص إي.